عقد البرلمان العربي الجلسة الثالثة له في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، وذلك باستخدام أنظمة الاتصال المرئي عن بعد، حيث ناقش البرلمان عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز الوحدة العربية ووضع الخطط لحماية الأمن القومي العربي ومنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، إلى جانب بحث تطورات الأحداث على الساحة العربية. وللحديث حول جلسة البرلمان العربي يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي. سيدة زايد، بداية نرحب بك، ولو تطلعينا حول أبرز الموضوعات التي ناقشها البرلمان العربي خلال جلسته الثالثة اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم شارك معنا في افتتاح الجلسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، آخر المستجدات وبيان الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال، وأكدنا في البعض على الوقوف مع الشعب الفلسطيني ودعم مبادرة السلام العربي. كذلك اعتمد البرلمان عدد من المشاريع والوثائق بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وكانت العربية الموحدة للتعامل مع إيران وتركيا، وتم خلالها طبعا سادة دلال، صوتك لا يصلنا بدرجة الوضوح المطلوبة. طبعا تم رفض التجاوزات والاعتداءات والانتهاكات اللي تقوم فيها تركيا وإيران، وأيضا دعمهم للإرهاب وتمويله وأطماعهم التوسعية، بما يهدد طبعا سيادة ووحدة الأمن القومي العربي. ومن خلال أيضا تم وضع عدد من التدابير والآليات التشريعية التي تم التوافق عليها مع جامعة الدول العربية لكي يتم تنفيذها، بما يكفل الموقف العربي القومي الموحد، وأيضا يعزز من القوات العسكرية والدفاعية العربية. ناقشنا ايضا واعتمدنا القانون الاسترشادي بشان المواصفات والمقاييس لتيسير التبادل التجاري العربي ودعم الاقتصاد العربي، وكذلك الامن الغذائي والصحي والبطاله. فكل هذه المشاريع حقيقه راح تتم بما يؤمن مساله المرحله المقبله في التشريعات اللي راح يتبناها البرلمان العربي. ايضا اكدنا دعمنا للمملكه العربيه السعوديه ضد الاعتداءات الايرانيه التي تمت مؤخرا، ودعم جمهوريه مصر العربيه من خلال طبعا تم اصدار البيانات اللازمه من اجل ذلك. نعم، إذا سعادة الأستاذة دلال الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، شكرا جزيلا لك.